بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل دلوقتي موديل الريفت. زي ما احنا عرفنا كده لغاية دلوقتي احنا عملنا في الموديل بتاعنا اول حاجة الليفلز، وبعد كده عملنا الجريدز. طبعا الليفلز عملناها في الاليفيجنز اللي هي مثلا الايست او الويست او الساوث او النورث، وبعد كده عملنا الجريدات بتاعتنا، عملناها في البلان اللي هو الفيرست فلور، وعرفنا ازاي ناخد الخصائص بتاعتها الى البلانات الاخرى. زي طبعا انت عارف ان البلانات خلاص جميع الجريدات بتترسم لوحدها، بس انت بتاخد الخصائص اللي انت بتظبطها لو الجريدات عايزه تظبيط. بعد كده دخلنا رسمنا الكولمز في الفيرست فلور. دلوقتي انت فاضل لك ان انت ترسم البيمز. هنروح للريفت نبدا نرسم البيمز. زي ما كنت قلت ان اي حاجه هترسم على الريفت فهي بتترسم من الفاميليز، واي فاميليز فهي بتيجي من اللايبريز اللي انت لازم تحملها على البرنامج. طيب بنجيب منين الفاميليز؟ بنخش كده في البروجكت براوزر على الفاميليز، ونبدا نخش في الاستراكشرال فريمينج. هنا الكاميرات اسمها او الفاميلي بتاعتها اسمها استراكشرال فريمينج. طبعا تحت اي فاميلي زي ما انا قلت في حاجه اسمها تايبس. ففي عندي تايب للريكتانجلر بيم كونكريت خرسانه، وعندي حاجه اسمها الاتش اس اس سكوير، طبعا ده ستيل انا مش محتاجه في المشروع عندي فامسحه ادوس ديليت، وعندي يونيفرسال بيمز اللي هو برده ستيل فانا مش محتاجه عندي في المشروع. هيتبقى عندي بس الكونكريت ريكتانجلر بيم. عندي كام قطاع للكاميرا؟ عندي قطاع واحد بس في المشروع ده. قطاع الكاميرا عندي 25 في 40، تمام. طيب يبقى انا عندي قطاع واحد بس، اخش امسح قطاع منهم واخش دبل كليك كده على القطاع 300 الموجود باي ديفولت ده، واعمل له رينيم 25 في 40. طبعا لو عندي كذا نموذج للكاميرات كان المفروض اكتب بي 1 25 في 40، بي 2 25 مثلا في 60 وهكذا، ولكن عندي قطاع واحد بس فانا مش محتاج اعمل يعني اسامي للنماذج 25 في 40 اهو. او لو عايز تكتب اسم النموذج ممكن تكتبه برضه اهو بي 1. تخش في التايب كومنتس تكتب بي 1. اوكي كده انت عملت السكشن بتاع الكاميرات اللي هو الواحد بس اللي عندك. كده فاضل لك تبدا ترسم الكاميرات بتاعتك. طبعا المفروض ترسم الكاميرات بتاعتك على لوحه الكاد اللي انت جايبها من لينك كاد، لكن طبعا في زي ما انت عارف في لايرز احنا خفيناها في الفايل الكاد ده، فلو عايز تظهرها تاني تعمل ايه؟ هتدوس في في الكيبورد وتروح على امبورتد كاتيجوريز، واللاير اللي هي مقفوله هتفتحها هتظهر معاك الايه البلاطه بالكاميرات، طبعا لانهم على لاير واحده في الايه في الاوتوكاد فايل. هتبدا تروح ستراكشر بيم، بيقول لك هنا اختار لي الورك بلان اللي انت هترسم عليها الكاميرات. فممكن تقت من هنا كده تختار، انا وليكن عايز ارسم على الفيرست فلور اللي انا واقف هنا فيه، فاروح كده مختاره وادوس اوكي. هتبدا ترسم الكاميرات بتاعتك. خد بالك ان انت البليسمنت بلان على الفيرست فلور في الدور الاول، تمام. وبعد كده تبدا ترسم، طبعا متاكد طبعا ان سيكشن الكاميرا هو واحد بس اللي 25 في 40، وبعد كده تبدا ترسم الكاميرا بتاعتك. بنحاول نبدا نرسم الكاميرا من تقاطع الاكسات او من سي جي الاعمده، تمام. اهو كده رسمت اول كاميرا، وبعد كده اكمل ارسم تاني كاميرا، وبعد كده اقف برضو هنا وارسم الكاميرا دي، تمام. طيب لو عندي كاميرا كونتينيوس كانت بالمنظر ده كده، ممكن في حاجة افضل بدل ما انا ارسم كاميرا كاميرا؟ اكيد. اطلع كده في الشريط اللي هو الاخضر ده، هنا في حاجة اسمها شين. شين يعني ترسم بالتسلسل، ما تطلعش بالامر يعني. زي مثلا الكاميرا دي، او هبدا من الكاميرا من هنا وهنهيها هنا. انا كده مش محتاج ادوس تاني على كاميرا عشان ابدا ارسم، لا هو لسه شين اهو وبعد كده انهي هنا.
طيب لسه الكاميرا شغالة معايا. اه ممكن اشتغل عادي اهو لغاية هنا وبعد كده لغاية هنا وبعد كده لغاية هنا. طيب لسه برضه في كاميرات اهو. لو تلاحظ انا برسم الكاميرات اللي بتوين الكولمز الاول، يعني دايما بحاول ارسم الكاميرات اللي هي متشالة على اعمدة، ثم لو في كاميرات متشالة على كاميرات مثلا زي الكاميرات دي هرسم الكاميرات اللي شايلة الاول ثم الكاميرات المتشالة. هنفهم دلوقتي ازاي. مثلا الكاميرا دي، الكاميرا دي كلها خلاص متشالة على اعمدة، فمفيش مشكلة خالص ان انا ابدأ ارسمها. تمام اهو، تمام، واعمل سكيب، سكيب واحدة بس عشان ما اطلعش من الكاميرات كلها، وبعد كده ارسم من هنا اهو. طبعا مش فارق معايا ترسم من تحت لفوق او من فوق لتحت. تمام، وبعد كده ممكن نبدأ نرسم الكاميرا دي عادي مفيش مشكلة لانها متحملة على عمودين اهو. اعمل سكيب، ممكن الغي الشين خلاص لان في كاميرات سيمبل بقى دلوقتي فمش محتاج خالص يبقى في شين اهو. هنا برضو في كاميرا اهي محملة هنا على كاميرا وهنا على عمود، فلازم كنت ارسم لها الكاميرا الاول اللي هي الشايلة. تمام، هنا برضو لازم الاول ارسم الكاميرا دي اللي هي شايلة الكاميرا دي، مينفعش ارسم الكاميرا دي على طول اهو. طيب ليه بقول ينفع وما ينفعش؟ بصراحة هو لو الموديل للحصر فقط فهو مش هيفرق خالص، يعني الموضوع بالنسبة لك سيان. لكن لو انت بتظبط الاناليتيكال موديل بعد كده يعني، فانت محتاج ترسم فعلا الكاميرات الشايلة الاول ثم الكاميرات المتشالة يعني. لكن لو الموديل بس للحصر او الجاست للموديلنج يعني، فمش محتاج خالص يكون بتدقق يعني في الكاميرات الشايلة ثم المتشالة يعني. طبعا الكاميرا دي ما ينفعش ترسمها زي ما انا بقول لك، ف ترسم الاول الكاميرا الشايله وبعد كده الكاميرا المتشاله. هنا برضو في كاميرا تانية اهي. تمام كده برضو في كاميرا هنا. كده انت رسمت تقريبا كل الكاميرات بتاعت الدور ده. هنا في سلم يعني، هنا كده لو رحت للكاد فايلز هنا كده في سلم. تمام، فالخط اللي هو ده وده بيعبروا عن الفانوس بتاع السلم. برضو تبقى عارف هو السلم ده تلات قلبات زي ما انت شايف كده، تلات قلبات واللي بينهم ده فانوس السلم. طيب كده انت رسمت الكاميرات كلها، تعالى كده نشوفها في 3D. زي ما انت شايف كده فعلا الأعمدة فوقيها الكاميرات بتاعتها. موضوع الاناليتيكال موديل برضو عشان تبقى عارف، هنا كده في حاجه اسمها الشو اناليتيكال موديل. لو بصيت كده هتلاقي فيه خطوط اهي زي ما انت شايف كده، خضراء وبرتقاني واحمر والكلام ده، هو ده الاناليتيكال موديل. طبعا ده مش موضوعنا خالص فلذلك بنطفيه. كده انت رسمت الكاميرات بتاعتك بتاعت اول دور اللي هو الفيرست فلور. تمام، طيب المرة الجاية عايزين نرسم البلاطات ووريكم بقى ازاي نطلع بالدور المتكرر ده كله ونكرر المشروع على بعض.